ممتازين كان أفكاره يستقبل لكن يا مرهون الدنيا حبوب لا دا يفلح ولا دا يقبل الدنيا ديجيتال شعباني كل الدنيا ديجيتال اكتب علي انت خبرني ديجيتال قهوة 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 قلنا قهوة من بقى قهوة 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 ألفان قلنا قهواتنا باقي قهوة ايه هات هات ها وقع رأسك تعال تعال هيشنا تعال اقطر عيوني تعال اقطر لي ها تعال 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 بخ... قهوة في الفنجان زين ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله قلنا قطرة والله هذه أجب قريب تعال 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 الغوازي بعدين بعدين سجل 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 قهوة قهوة لما بغيت يمي معزم قلنا لك خذ ولا يهمك الحين عاد مستوى وقت الدفع تمشي من قدامي ولا كأنك تعرفني لا 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 يا أخوي أنا ما قصدي أسوي نفسي اللي ما عرفتك وبعدين هاليومين الظروف شوية صعبة وبغيتك ساعدني ظروفك شوية صعبة ها؟ أيوه ظروفي أنا صعب من ظروفك بواجد ما علي يا اخوي كمين يوم وان شاء الله بجيب لك فلوسك الصبر لو جاوز حدوده قتل وانا صبرت عليك واجد ايش قصدك ما تصبرنيش ما خلاص فض بي يا ومليت اذا مليت سامحني من الدين اللي علي اسامحك بالدين اللي عليك ها وانا مين يسامحني من هنا ادفع للناس ها هذا واحد من ديانها جالس على راسه شوف هذا واحد منهم انزل انت صبر علي وخلي الناس يصبروا عليك وفي مال الله يا ابو نصيب انت اصبر علي وخلي الناس صبروا عليك لقد ارسلها مثلا وانصرف الله يصرفه اسمين ختمها زي ما تشوف ليش ما خلاص فلوس ماشي صباح الخير صباح الخير حمدان ما تسمعني ولا ايش صباح الورد صباح الياسمين صباح الصبح اهلا وسهلا اهلا بالشمس اهلا بالقمر هلا بزارنا اهلا من شرفنا شرفتونا ونورتونا واهلا وسهلا ايش عندك اليوم في الدكان والله كل شيء موجود ريا نعم شوفي كل شيء موجود نعم واللي ما موجود انا اجيب الاشياء من تحت الارض نعم حتى إذا طلبت القمر أجيب لي شيء في صحن إيه نعم وكأنه خبزة النور تغمصي بول الدان أقول حمدان وصلتني البارحة رسالتك هي قصدش المسج هي شو عايش في المسج غاوية الصورة بس الكلام اللي مكتوب ما عرف تقرأ ما علي أثري ترى ما متعلمه هون بعد ما متعلم أتعلم رباعة بعدين أتفهم كل شيء أقول خلي عني شي صورة توا شفتي وشفتي ذاك الدم اللي يسيل وكنا هابط وادي شفت هذا قلبي انا نوبة صورة غاوية يا حمدان اقول ثرية متى يكتمل هذا الكمال واخلي مرهون اخوي يخطبش وتعيشي معي في بيت واحد مستريحين ومرتاحين اوشع عليك الغرفة اوشع عليك ملكاتي ما بصير الكلام اللي جالس تقوله يا حمدان إلا لما تنفس شروطي ليش يا شروطي؟ انت نسيتها انك تتخلص من بنتك رحم بنتي انا اوقف الشوارع وابوك يتخلص منها هذه ما قلت كذاك عجب اقصد يا حمدان سوتها يا ثريا حد جاها وانا قلت له خلي اي واحد يخطبها وانا ازوجها اياها والله ادفع المهر من عندي لحق وحدي ما يخصني حمدان اذا انت باغي تتزوجني نفذ لي شروطي وايش باغي بعد قولي باغي تشتري لي سياره ايش انا بدي مال سياره زيوب وانت باغيني اتزوجك بعد وانت عندك هذا البنت مو اقول عنها تو مو اقول عنها وحدي سمعت عن العولمه لكني ما عرفت انها توعه
درجه مو قاش مو حلبش زعلتي لبنيته درجه خليها تولي با خليها تولي لي خليها تولي خليها ضيعتي علينا الله يخيب ليش مو قاش تولي دي ام المشاكل مو باغي اقول انا باي كرتون ايس كريم وباي بها زين وباي بها وباي بها والله غاب غاب دكانك يا حمدان حشوته با دشع وبرنها وبرنها يا حبيبي ما بقى شيء بدك شوي 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 با لحقني بالدقوس واغ يا بدكانك يا حمدان السلام عليكم وعليكم السلام تعال 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 خير ان شاء الله عمي ايش بغيت وش سويت انت ايش سويت علشان انا اقدر اسوي وش يعني وش قصدك يعني عمي خرخش ما خبا خرخش خرخش كيف تبوني اخرخش وانا الاسبوع الماضي معطنك 200 بيسه كاش 200 بيسه اخاف يكون معطني 200 ريال والله 200 الف وانا ما عندي خبر خلي عنك هالسوالف انا لو رايح واحد يخطبها ها كان ما خسرت ولا 100 بيسه اخبرك جيب ال 200 بيسه اللي اعطيتك يعني جيبهن جيبهن لكني انا اعتمدت عليك يا الغبي عشان تلين لها راسها عمي ابوي راس خالتي ثريا ما يتلين بكلمتين لكنه يتلين بهديه كبيره بفلوس بملابس باكل جديده فكر وانا حاضر ومستعد شيء في فلوس يجيب لي الضغط انا الظاهر خلاص ما بقى اتزوج بصبر على رضيه وثريا بتزوجها في المستقبل مستقبل عمي انت ما قل لك مستقبل ابوي انت خلاص الماضي والحاضر والمستقبل حتى سنك معدي 3000 سنة ايش قصدك لا عمي ماشي ماشي انا اقول بعد احسن لك تراجع نفسك وانت مستريح يا غيب 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 قدام غيب يلا فوالا راح المستقبل شوف بالله عليك شوف أقول لك حرك شوية يد الشمين كيف من كا 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 أمعي 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 شوية شمال أبوي تو أنت مالك أقول لك شوية شوية حرك ودي شوية شوية تو أنت ما تفهم وأبوك ينسك أنت قتلنا شوية شوية حكي يمين ويسارة أها زين كذاك أها مضبوط هذا الظاهر عندك الألم بخربان عندك مو تقول الألم بخربان الألم بي مو ألم بي ذي أيه خيرك الألم بي أيه هو ألم بي هو ذي خربان أو إن قد يكون السلك مقطوع أبي هي أنا لازم أتأكد من فحصه عندك درج لا ما في درج ما عندك لا أقول لك بما إن عندك نصيب أبو النظريات والأفكار فلا تهتم في شيء أبدا دشك إن شاء الله أي تصلح يعني يتصلح وبعدين يا أم نصيب أعتقد أن الوضع اللي إحنا فيه ما يسر أحد أبداً وبما أنه هو كذلك فأنا حبيت أسوي هذا الاجتماع عشان نرفع توصيات للإدارة هيرا جيبي أنا أرفعها يا أم نصيب أنا أرفعها تراني جالسة ما حد يشغل مو ترفعي يا إنسانة مو ترفعي
هذه ما صفريت باقل ولا هندوت ما يتخليها فوق راسش. هذه توصيات توصيات. تونتي مو على بالش تحسبين انا ما اقدر؟ كي انا بصحتي وعافيتي والحمد لله. اعرفش ابوي تقدري اعرفش اعرفش. جلسي استريحي انا اسوي وحدي كل شيء. جلسي. سمعني انت، احنا ما باغين كلام وبس، باغين قول وفعل وعمل. ويوم على الكلام واقدين تكلموا قالوا ما سوي شيء وشربوا ذا الكلام كما شاربين القهوة والشاي. ولا يهمش يا أختي ولا يهمش، احنا نقدم الفعل قبل الكلام. أنا جالسة أسمعكم، إيش طلباتكم؟ إيش تريدوا؟ قولوا. إن الريدة واجد وأصلا ذي الجلسة ما تكفينا. أصيلة خير إن شاء الله، مالش دخل علينا كذاك. انت حساب انها انت تشتغلي. وين اشتغل بعدني؟ تاني اشتغل فراشة معاكم في المدرسة. لا 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 لا، انت تشتغلي عند المديرة. خير، مال هذه المديرة؟ مو باية هذه المديرة، حركتنا ترى عدتنا مديرتش. المديرة تباش ضروري ضروري بسرعة. انا ما فاضية حال المديرة، انا عندي اجتماع ومن أخلص هذا الاجتماع عندي اجتماع ثاني وأشوف برنامجي بكرة، إذا فاضية بمر عليها. لكن يا أصيلة. سمعيني. إيه ما تسمعي تونتي؟ أوين عندها اجتماع؟ معنى اجتماع يعني بيزي مشغولة. أنا علي خبرها. هو هذا ما إحنا نبغاه، خبريها. انزين الحين عاد انتوا قولوا ايش طلباتكم. اه زيد قاوم الفنجان. جيب هو اللي قطوم على العيون انت. زيد اه ابغيت مرهون عم هن كلمتين، يا تدفع الفلوس اللي عليك الاجار المتاخر ولا تطلع من بيتي انت واولادك. لا باين عليك معصب واجد اليوم ثاني، ظاهر انك ما بعت شيء. اقول له ايش تشرب ايش تشرب؟ يكفيني المر والصبر اللي مشربني اياه، ما يحتاج تزيد. اشرب شاي. انا شاي وين يم شاي واحد. مرهون ادفع اللي عليك. من هنا اجيب ابويا تاني العين بصيره واليد قصيره وكل يوم اسوء من اللي قبله. الله يهديك مرهون، لا تقعد تسمعني شعر. ادفع الايجار اللي عليك. تراك بصقتها. بصقتها؟ كيف بصقتها؟ صبرنا عليك شهرين، 6 شهور الحين مدافع الإيجار متأخر عليك. يا إنك تدفع ولا تروح وتشوف لك بيت ثاني. واني ثاني؟ صبرا يا ثاني صبرا. لا صبرا ولا قبرا، ادفع فلوسي فورا واليوم المساء أنا بمر عليك وجهز لفلوسي. من هنا أجيب لك؟ من هنا أدفع لك؟ ما عندي شيء ثاني أنا بك الله يهديك. وأنا من هنا أدفع للناس. أنت اصبر وخلي الناس يصبروا عليك. حسبي اني مسختها زين، قصدي ختمتها زين. حي ابوه ثريا. السلام عليكم. اوف يال يال. خيبوه باخيبوه، احنا ما عندنا بنات حال الزواج. وانت بالله عليك طالع من دكانك وبأذي الناس. من جاي يخطب من عندك هالدبابة هذه؟ هاي الدبابة هذه؟ هاي الدبابة الصفراء اللي واقفة قدامك ها. أنا أصلاً ما أتزوج شياب. صدقة أتزوج شي شايب مثلك. اسمعني أبوي اسمعني، أنا جاي أكلمك بالنيابة عن أم خليل. أم خليل تقول إنها ما تتزوج شياب، تتزوج واحد شاب. زين ومن هذا الشاب اللي باغي تتزوجه ثريا؟ انا مكلمك. انا انت؟ عم الله اكبر، عجب شايب مثلك. عجب اقول مبروك عليك ابوي. مبروك عليك يا ابو الشباب. نعم. وخيبوه. خيبوه ماله ماله خيبوه. عجب تتزوج شايب مثلك؟ انا بتزوجك صح؟ قولي صح. معقول ابو تشوف اذا ما تزوجته؟ عورني انا بقى صبايا ينفجر. خلاص خلاص
مستعدات؟ مستعدات. مين عدين يا ام نصيب؟ الامر امرش الشور شور. احنا معاش معاش تخاف. معاي؟ معاش. على تتراجع عن خلاف؟ لا بعد ايش نتراجع؟ ايه يلا وقفي انتي عقب هنا قدام. ايوه تعالي انتي هنا جنبها. تعالي انتي هنا. انا ادور نها. ايوه. زين؟ عقب انا بخطف عليك كان كذا شوية لفة. اشوف كان الله اكبر كاك ابغاك كان كذاك كيف مستعدات اظني طابور انتبه ها للامام سر أصيلة تقدري تقولي لي إيش هذا اللي جالسة تسويه؟ أنا ما سويت شيء غلط. وبعدك تقولي إنك ما سويتي شيء غلط؟ ليش مجمع الفراشات في ساحة المدرسة؟ ليش؟ يعني أنت لازم كل مرة تسأليني ليش؟ أنت ما عارفة؟ وبعدين أنا ما مستعدة كل مرة أعيد لك نفس الكلام. أصيلة غلط، هذا اللي جالسة تسويه غلط، وبعدين ترى هذا ما من صالحك، وسامحيني أنا هذه المرة ما بسكت. تهدديني؟ فهميها بالطريقة اللي تعجبك، مشاكلك زادت عن حدها، وأنا أحذرك. تحذريني؟ أنا إيش سويت يا أستاذة مديرة عشان أنت تحذريني؟ ايش سويتي؟ صحيح لانه هذا اللي انت مسويتنه ما جديد لانك كررتيه اكثر من مرة. سمعيني يا استاذة مديرة انا ما عندي وقت، قول اللي عندش وخلصيني. ايش اخلصك؟ حاضر يا استاذة اصيلة حاضر. انت لازم تتقيدي بالانظمة والقوانين وتشوفي شغلك زين، وخلي عنك امور الاجتماعات والسوالف اللي تسويها، ولما اطلبك تجيني على طول. فهمتي؟ على طول على عرض. انا هذا الكلام ما اعرفه، كل اللي اعرفه من افضى اجيش. لا تجيني بسرعه بسرعه اشوف كيف وخبرش بعدين. انتوا ايش تسووا هني؟ قوموا قوموا برا 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 برا. يلا يلا شوف تلفزيون. كان الغلط مني انا، انا اللي نسيت المقلس مفتوح. زيديني مرقا زيديني يا اغلى نوبات عيوني زيديني. لبيك يا مرهونه. وانا مثل ابي يا امه. ماذا تريد يا شحمه فؤادي؟ زيديني من مرق الدنيا زادك الله من مرق الاخره، حسبي هكذا وكفى. كيف كيف ابوي كيف؟ خير ان شاء الله. خير ان شاء الله. مالك كذا تنزقت مرهون؟ مو اسوء بعد. سير نصيب بشوف من عند الباب. جلس مكانك ابوي نصيب، جلس انا بسير اشوف. من يكون؟ من يكون بعد؟ ما حد غيره، اي ثاني صاحب البيت يبغى فلوسه. بسير اتفاهم معه. والله انت عشم خلانا انت عشم. يلا. اما هذا ثاني هذا ما حدا يعطي فلوسه الا انا. كل وانت ساكت. عمر هون. أرهان هنا هنا. أهلا العنفاي كيف حالك؟ اسمين حماتك تحبك. نعم تحبك وايد حلو انت الصراحة، وايد حلو حماتك تحبك. خلي عنك هالسوالف مرهون. والله أكلمك بجد، العشاء جاهز. تعال شوف كمان مصدق. تعال تخل. أنا ما جاي أتعشى، أنا جاي أخذ إيجار البيت كاش. نوت ينطح نوت،
فلوس جاهزة ولا لا؟ زيد تعال ندخل داخل نتفاهم، تعال داخل داخل. وايد حلو انت الصراحة، نتفاهم. افهم من كلامك ان الفلوس ما جاهزة. ما ان الفلوس ما جاهزة، هي جاهزة بس ما موجودة. مرهون لا تصندر لي براسي، كيف يعني جاهزة بس ما موجودة؟ يعني انا عندي فلوس بس عند الناس، ولما يعطوني حقي ثمن اللي بايعتهم اياه بجي بسلم لك الفلوس بيديني، وهذا وعد مني. اسمعني زين عاد يا مهرون، ترى هذا الكلام انا سامعنه منك 100 مرة، يا تدفع ايجار البيت اللي عليك ولا ترى بنفذ اللي فراسي. وايش اللي فراسك يا اخ ثاني؟ اللي فراسي بتعرفه لما يتنفذ. وهذا انا اعطيتك اخر انذار، ومثل ما يقول الشاعر اعذر من انذر، فهمت؟ مع السلامة. اعذر من انذر، اسميك انك ختمتها زين. داري كذا ماشي كذا وانا داري كذا. اجيب صالون تغير مذاقها. بانت قاعد تدمص الماي، ما تدمص الصالونه. حتى هدمت المياه دهدك شويه والله. ابو مجاهد رات انك ذي لهب في التلفزيون، كيف مو مساتت انك ذي قصر ايول بايره. عيب يا بنتي عيب هذا الكلام، لا تقولي حال حضنك ذاك. وبعدين هذيك بنت ناس، وانا عاد ناوي تزوجها. مزرعك ما نسيت امي اذا تجيب لها حرمه غيرها، وبالذات في عصريه. ابوه تو توك مثل البنيه ذي، تو ابوي يسمع كلامها يقول ان امها ميته من شيعتي. ايه مش ميته من 20 سنة، وانا جلست انتظر 20 سنة، ليش ني بقى شو مستقبلي بعد؟ نعم نعم. زين زين، انت ما نقيت الا ذريوز تتزوجها. ايش فيها هي مسكينة؟ حرمة طيبة وحيدة، ما عندها لا اكل ولا مسكين. إيه؟ وبعدين اقول ايش؟ احنا ترى لايقين على بعض، من زمان بقى تزوجها نعم انا. وهذه انسانة كبيرة، المفروض منك انتي انك تقدريها وتحترميها، ما تقول عنها هالكلام. هي بابا هي ما تحترمني، وانت كيف تسمح لنفسك تتزوج وحدة ما تحترم بنتك الوحيدة؟ انا وبعدني وتشعر. هتشوفي خليني بس اتزوجها، واذا ما خليتها تحترمش على وصول ولا انا ما اكون حمدان. نعم بس المهم انت امي ما تعودي شويه، تعودي تقولي لها خالو عمو، قولي لها ما محروسه وحده كهف ريو تقول امي. بس ادخل مش ان شاء الله، قولي لها خالو خالو بس خالو. يلا هينك يوم يقول ابوي تجي تخطب لي اياها. يا الله يا قلبي. مرهون مرهون هدي نفسك يا مرهون، تعال كمل عشاك. ومن هين واحد يجي له نفس ياكل والعسكري واقف على الباب. عسكري؟ قصد الديانة، كل يوم واقفين على الباب واقفين على الباب يا رصيلة. قول الحمد لله يا مرهون، حالنا أحسن من حال كثير من الناس. وليش ما يكون حالنا مثل حال الناس اللي أحسن منا؟ ليش؟ صحيح يا أبوي، ليش إحنا ما نكون مثل الناس اللي هم عندهم فلوس ويأكلوا زين ويلبسوا زين وعندهم سيارات زينة؟ أتمنى يا ولدي أتمنى يكون حالنا أحسن من كذاك، لكن كيف كيف؟ نصيب نصيب أبو النظريات والأفكار. بس أنت بس كمل عشاك كمل عشاك، خلينا نحن نحل مشاكلنا. يا أمي بس أنتوا لو تسمعوني وتعالوا. أقول لك بس كمل كمل. إن شاء الله. مرهون أقول يعني أنت مالك فلوس عند الناس في السوق؟ أيوة لي، لكن الناس ظروفهم ألعب من ظروفي، أقوم أنا بعد أضغط عليهم الثاني بعد أنا أضغط عليهم. نوب أنت مضغوط عليك يا مرهون. أنا ما مضغوط عليه بس أصيل، أنا مخنوق مخنوق ما أعرف ثاني إيش بيسوي الحين.
انت ما عليك من ثاني واللي يريد يسويه. انت لازم من بكره تروح للناس وتطالبهم بفلوسك، هذا حقك قبل لا يسوي ثاني اي شيء. ادفع له شويه من اللي عليك والباقي الايام الجايه، بكذاك انحلت المشكله. يا ريت لو كانت المساله بهالبساطه يا اصيله، يا ريت. المهم انت سوي اللي اقول لك عليه يا مرهون وما بتخسر. يا الله يا الله، ما شيء ما شيء، لا صياح ولا غسالة ولا شيء. ايش تسوي يا حمدان؟ ايش تسوي؟ والله ان في ضيقة، نعم في ضيقة، لكن انا لازم اتصرف، لازم اتصرف. هلو يتكلم، هاو ار يو؟ تبغى حزام؟ حزام اصلي، تفضل يا اصلي عماني. اذا ما تعرف عربي تكلم انجليزي، انا اعرف اتكلم. يس، نوع تلفزيون دش ريسيفر، حزام اصلي، هذا اصلي، هذا كله تفضل مسوي، تفضل. اوكي تذكرون كم؟ اربعتن باربعه، اربعه 150 ريال، اربعه ضايف، اربعه فايف 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 15. ثانك يو، اتس فيري بيوتيفول. 150 ليش؟ ما تبغون؟ 150 بس، كيف؟ روحوا. ابوي دخل له الشايب حمدان. حد سوالي مسك؟ خير، ايش عندك؟ لا خير خير، بس الوالدة قالت لي إذا جات أغراض في الدكان جديدة سوي لي مسق. وأنت اسم الأغراض الجديدة اللي عندك؟ ملح. ملح ملح؟ قصدي في عندنا أنواع من الملح، ملح جاية تو، نعم أنواع جديدة ملونة، أحمر أخضر أصفر نارنجي بالنجاني كل شيء، برتقالي بعد شيء. نعم أخاف جاي تريد شيء ثاني. لا 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 لا، بس أنا جاي عشان بس الملح. سلم على أمك، ولا ملح موجود ملح فماله. وهي طالع فينا كده، نزل راسك كده. ايوه ايش قلتوا؟ اما انا بصراحه ما معاكم في اللي تسوينه، الين هنا وكفايه علي. يعني ايش؟ يعني خلوني بعيده عنكم، مثل ما قرع المثل، روح بعيد وتعال سالم. أما أنتي جبانة بصراحة، أنتي جبانة. إحنا ما لازم نعتمد على الجبناء في مواضيعنا. جبانة ما مشكلة، بس أعيش وكل قمتي بعرق جبيني، واللي يتبعك ننتن يكون مخرف ومجنون كما أكل. إحنا لازم ننفذ خطتنا الجاية ونخلي الإدارة أمام الأمر الواقع، واللي يريد ينسحب خليه ينسحب من الحين. أما أنا بصراحة يا أصيلة ما جبانة كما بعض الناس، أنا معش لين النهاية. أنت والله الأصيلة بنت حميد بن خلفان والنعم. والحين أصيلة المديرة تريدش. أوه، إيش تريد هذه بعد؟ ترى مسختها. يا
أمي؟ أبوي؟ أم نصيب؟ غريبة، لا أمي ولا أبوي هنا. يا ويحي، أين ذهب القوم؟ لقد رحلوا، أحسن أدور عليهم. وانا بعد ثاني اشتكى علي ويريد فلوسه. زين يعني الحين احنا من غير شغل ومن غير فلوس؟ المساله تعقدت يا اصيله، من بيشغلنا احنا في هذا العمر؟ ما حد بيشغلنا. زين احنا لازم ندور على حل. على حل؟ ايه. عندك الحل؟ زين وإيش الحل أصيلة؟ والله ما أعرف يا مرهون. ولا أنا أعرف بعد. الحل عندي أنا. ها؟ نصيب؟ إيه نعم، نصيب أبو النظريات والأفكار يملك الحل. يملك الحل نصيب؟ أسميك إنك ختمتها زين. فكر وشاور بالمنطقية، يا حساي ما طحت واقف كل ما أجاب دارت علي. خلك محاور لا لا تداور، فكر وشاور بالمنطقية، يا حساي ما طحت واقف كل ما أجاب دارت علي. والعمر عدى والراس صدى، ما عاد فيا كل ما نحاول محنا نزاول، ننشات فاول ضربة قوية. خلك محاول لا لا تداول، فكر وشاول بالمنطقية، هيا حساي ما طحت واقف كل ما أجازت دارت علي. حازم سامح وعازم، شد العزايم بنفس قوية، وين دكانك ارجع مكانك افهم زمانك فكر شوية. خلك محاول لا لا تداول، فكر وشاور بالمنطقية، هيا حسايم ما طحت واقف كل ما اجازت دارت علي. ما أجازت دارت عليّ.